افتتح مثلا امبارح الفيلم اللبناني مينك انت بصالات جراند سينماز بمجمع ابي سابي منطقه فردا، اللي كان برعايه رئيس الحكومه سعد الحريري وبحضور حشد كبير من نجوم الفن والاعلاميين والمدعوين وطاقم الفيلم وبعض السياسيين ووزير الاعلام ملحم الرياشي، حيث حضر الجميع العرض الاول للفيلم اللي انتجته شركه ان ام برو وتولى اخراجه نديم مهنا. الفيلم هو تتمه للمسلسل الدرامي سكت الورق، وبيشارك ببطوله الفيلم الى جانب النجمه داليدا خليل مجموعه من نجوم الدراما سبق وشارك قسم منهم ببطولة المسلسل، وهن جوزيف ساسين، جو تراد، بريجيت ياغي، نهلا داوود، جهاد الأندري وغيرهم. هلأ عم نكفي المشوار اللي احنا حابين انه نكفيه للآخر، وتجربتنا هي أعمالنا، بس تشوفوا بتخبرونا انتو. نحن عملنا اللي علينا، رايحين على شيء كتير جديد ان شاء الله اللبنانية يحبه، ومتأمل انه يعطوا الفيلم حقه. يعني شو هاد؟ انت شو هاد؟ لين بعتبر انه دور دراما بامتياز، دور بنت قوية مثابرة حنونة بتضحي بتواجه ما بتخاف من شيء، وبتضل حتى براسها شغلة لحتى توصلها. بما انه المسلسل ما اخذ حقه بوقتها، بتمنى انه الموفي ياخذ حقه والناس كلها تحبه، لانه نوع جديد ومختلف واكشن، يعني لاول مره كمان يعني بيكون في سينما بزي على الاكشن اكثر من قصه حب وقصه حرب وقصه غنى وفقر وهيك. هو حمسني فيه هذا الدور، انه دور جديد، دور شوي مركب، مش منه مستهلك، شخصية جد مميزة وأنا استمتعت بهذا الشيء. لا أنا حبيت كثير الشغل، خصوصي بس شوفي السيري وشوفي قديش نحط شغل بالسيري، بتعرفي إنه نحط وقت أكثر الشغل أكثر على الفيلم. دور جديد، ما يعني مش جديد بمعنى إنه جديد، أكشن، دراما. بالنسبة للسينما اللبنانية ما شفنا قبل هيك، كنا دائما نشوف كوميدي 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 لعدة أسباب، منهم إنتاج مش ضخم، ما في مصاري، وأحيانا ينعمل كوميدي. فاليوم نديم هنا عمل شيء تاني، عمل شيء جديد، إنتاج كتير ضخم، كواليتي التصوير هلا بتشوفه، إكويبمنت كتير جديدة، القوة الضاربة كمان شيء جديد لنا بالنسبة للبنانية، حنشوف مداهمات وأكشن ما شايفينه قبل. الفيلم رح يعرض بصالات السينما اللبنانية ب 16 آب من الشهر الحالي. شو ذنبه هي؟ أنا ما قوصت كل اللي حبيته تركوا لي فجأة. أيدا اللي كان ناقصنا؟ وبعد نهاية العرض لقى الفيلم أصداء إيجابية من الناس. فيلم كتير حلو، جوزيف ساسين لعب بعقد داليدا خليل وجو تراد فظيعين. أنا بنصح كل الناس يجوا يحضروا للفيلم عن جد، مش يقولوا صيفية وما لنا جلات كتير السينما، لا لازم يجوا يحضروا الفيلم اللبناني، يشجعوا الفيلم اللبناني لأنه أفلامنا عم تكون كتير حلوة. يعطيهم ألف عافية للجميع. كتير حلو، دراما هيك حساس بحرك المشاعر، فيه شيء ما شفناه قبل، يعني هالمداهمات حلوين، يعني صار لازم نعمل هيك قصص. كل بحبوا الأكشن، هيدا هو الفيلم. مو في بعقد، بنصح الكل يجوا يحضروا، الممثلين ابدعوا، اخراجه بيسطل بعقد، وكثير حبيت. في شغلات حسيه هيك عم تتطور بمحل كثير متبشر بالخير، يعطيهم العافيه كلهم. رائع، جوزيف ساسين شابو با. فيلم كثير حلو للصراحه، وكثير لفتني دور جوزيف ساسين، فانا بهني وبهني كل الفريق.